موضوع المية دوت مش لاقي له اي حل خالص، يعني لازم يشوف لنا حل. يعني عند اخت المية قطعة في الفيوم، في المحافظة نفسها قطعة، مش عارفين ايه الموضوع بالظبط. يعني مش عايز اتصل في المحافظة والناس مش عارفه تشرب ولا عارفه تغسل ولا عارفه تعمل اي حاجه، مش عارف يعني المفروض اصلا كان قبلنا قبلها بيوم ولا بحاجه ولا حتى بساعه، ولا حد ناس ملات او عملت اي حاجه، لان الناس حالها واقف خالص مش عارفه تعمل اي حاجه. طبعا مشكله المياه بالنسبه لمحافظه الفيوم عامله ازمه كبيره جدا. طبعا ربنا قال في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي، فصدق الله العظيم. فطبعا انت هنعمل هنعيش ازاي بدون ميه؟ المياه يعتبر شبه منقطعه اكثر من 24 ساعه على مدى اكثر من 3 ايام. طيب الناس هتعيش ازاي؟ حالتها هتكون ايه؟ وهل ده متاثر بعمليه بناء سد النهضه؟ طيب دي بتبقى مشكله، ده يبقى في تاثير على الفرد والزرع والحياه العامه كلها. حضرتك المياه في الفيوم احنا ما عندناش ميه، والميه بتقطع من صباحة ربنا اول ما بنصحى الصبح بتقطع لحد الساعة 1 بالليل، ونيجي نشغل الساعة 1 ونفضل سهرانين لحد الساعة 1 بالليل عشان نشرب ميه ولا نستحمى ولا نقضي مصلحتنا، بنلاقي الميه نازلة وسخة والعوذ بالله جاي لنا فشل كلوي وايامنا سودة في الايام السودة اللي احنا فيها ديت، ويعوض علينا ربنا. بالنسبة لموضوع الميه ده حضرتك احنا مش عارفين الوضع ماشي ازاي. قبل كده المية لما كانت بتقطع كانوا بيعرفونا قبلها بيوم باتنين ان المية هتقطع 4 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، دلوقتي حضرتك المية بتقطع باليومين وبالتلات ايام من غير ما نعرف. يعني طيب احنا دلوقتي انا نشرب منين؟ هنغسل منين؟ بيجي علينا وقت والله ما بنلاقي مية نشرب. والله المية بالنسبة للمية، المية كل يوم بتقطع، بقالها 10 ايام او حوالي اسبوع كده او 10 ايام، كل يوم بنقوم من النوم نلاقيها قطعة، وكل ما نتصل بالشركة يقولوا لنا دكاترة مش عارفة في ايه بيتلككوا بأي حاجة خلاص، ومش عارفين ايه الحل بصراحة. يعني انما النهاردة لقينا المية قاطعة وبقالها 5 ايام كانت قاطعة 3 ايام، والنهاردة قمنا من النوم لقيناها قاطعة وبيقولوا هتقطع 3 ايام تاني، لا حالنا واقف ولا عارفين نعمل اي حاجة.